لم أكن أتوقع أن يحدث هذا الذي يحدث الآن، لكنه حدث. ومع الأسف نحن الآن لا نستطيع الاتصال بقائد الأركان وبعض القيادات، ولكن لدينا اتصال وتواصل مع الأمن. أريد من كل من يؤمن بالديمقراطية أن يخرج إلى الشارع. الانقلابيون يحتلون بعض الأماكن، مثلا في المطار. قبل أيام داعش حاول احتلال المطار، الآن الجيش يحاول احتلال المطار. كل هذا سيرد عليه.